السلام عليكم ورحمة الله. محمد يوسف، أنا باحث دكتوراه في القانون الدولي في السنة الأخيرة في مرحلة رسالة الدكتوراه. عملت كمحامي وكخبير في القانون الدولي. لدي العديد من المؤلفات والمقالات في القانون الدولي، وفي كتاب صدر مع أكاديمية دراسات اللاجئين أعتقد في عام 2021 تحت عنوان الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة من وجهة نظر القانون الدولي. كما عمل محكم لمقالات دولية في القسم القانوني في مجلة الدراسات الإسلامية لبيت المقدس، بالإضافة إلى عملي بمفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة. طبعا ما نطول كثير بالمقدمة، خلينا نكسب الوقت. اليوم راح نقدم محاضرة بعنوان المجازر الإسرائيلية في نظر القانون الدولي، أو تكييف الجرائم التي ارتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة في إطار القانون الدولي. طبعا بداية دعوني أشارك معكم العرض التقديمي باوربوينت. لحظة، طبعا نحن لو طرحنا بعض الأسئلة خلال تقديم المحاضرة في مشكلة، بيكون في تفاعل عن طريق صندوق الرسائل التشات أعتقد، صحيح؟ طبعا المحاضرة اللي بالنسبة راح نقدمها اليوم، للاستفسارات عفوا دكتور، هلا تفضل. بالنسبة للاستفسارات والنقاشات عادي ممكن نخليها لآخر المحاضرة، ومثل ما اقترحت إنه رح يكون في نقاش لقرار محكمة لاهاي. تمام، ما في أي مشكلة. تمام لا، أنا كان قصدي بس إنه ممكن أطرح كنت بعض الأسئلة خلال تقديم العرض، بس ما في أي مشكلة. يعني كان لا ممكن خلص تمام مثل ما بتحب. بالتشات، ممكن بالقسم الرسائل، ممكن كمان يجاوبوا الدارسين. تمام طبعا كونه معظم الدارسين أعتقد، يعني ما عندي خلفية يعني التخصصات اللي عم يدرسوا فيها، بس كونه يمكن يكون في قسم كبير منكم ما مو متخصص في القانون الدولي، فأنا بداية حبيت أقدم يعني مقدمة بسيطة عن القانون الدولي، كيف بيعمل القانون الدولي، كيف آليات التحاكم في القانون الدولي، شو مصادر القانون الدولي، لحتى يكون في فكرة عامة عن الموضوع، بعدها ندخل بصلب الموضوع. يعني محاور الحديث راح تكون كالتالي: مقدمة مختصرة عن القانون الدولي بداية، بعدين الفرق بين القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لأنه في كثير ناس بتسمع قانون دولي وقانون دولي إنساني بس ما بتعرف شو الفرق بيناتهم، راح نتطرق لهالموضوع. بعدين راح نعرج على الاتفاقيات المعنية بحماية المدنيين في ظل النزاعات والحروب. بعدين مسارات التحاكم في القانون الدولي. بعدين فعالية قرارات المحاكم الدولية سواء العدل الدولي أو الجنائية الدولية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والجرائم التي ترتكب في فلسطين عامة وفي قطاع غزة خاصة. بعدين في قراءة قانونية في جرائم الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في غزة. بعدين مآلات المسار القانوني. وبعدين في، أكيد أنا متأكد الجميع كثير عنده تساؤلات كثيرة وأسئلة كثيرة حول قرار محكمة العدل الدولي اللي صدر البارحة بموضوع التدابير المؤقتة، كمان يعني أفرغت مساحة للحوار والنقاش له الموضوع، راح نحكي عنه بإذن الله. وبالأخير نترك مساحة للنقاش والأسئلة. طبعا هلا خلينا نبلش بالمقدمة المختصرة حول القانون الدولي. طبعا القانون الدولي هو قانون ناشئ وجديد نسبيا، يعني القانون الدولي الحديث بدأ بداياته في بداية القرن الخامس عشر. في عندنا عدة فقهاء قانونيين ظهروا بالتزامن خلال هذه الفترة، يعني ما راح يسعفنا الوقت نذكرهم جميعا، نذكر البارزين منهم. في عندنا فرانسيسكو دي فيتوريا، يعني هو كان حقوقي إسباني، هو دعا لإنشاء قانون كون إسبانيا كانت وقتها دولة محتلة وإمبراطورية كبيرة، يعني كانت هي والبرتغال، فكيف تتعامل إسبانيا مع الشعوب الأخرى. يعني هو قدم إشي اسمه قانون الأمم، وطرح يعني نسخة مبكرة وحديثة من القوانين اللي بتدعو للمساواة في موضوع السيادة بين الشعوب. يعني هو يعتبر من الفقهاء الأوائل اللي طرحوا فكرة تشابه القانون الدولي اليوم. في عندنا فرانسيسكو سواريز كمان،
كمان ظهر في بدايات القرن الخامس عشر. هو تبنى نظرية بأن القانون الطبيعي والقانون الدولي الوضعي الإنساني بشكله مع بعض القانون الدولي. طبعا قد يتساءل بعض القانون الطبيعي شو هو القانون الطبيعي؟ هي القواعد الدينية والإلهية يعني المستمدة من الشرائع والديانات السماوية، وبالإضافة للأعراف والقوانين يعني اللي كانت معترف عليها في ذاك الوقت. يعني كل حضارة كان لها مجموعة من التقاليد والأعراف اللي هي كانت تشكل قوة القانون ولكن غير مكتوبة. فهاي تركيبة القوانين المستمدة من الشرائع السماوية والقوانين الإلهية بالإضافة للعادات والتقاليد والأعراف هي تشكل القانون الطبيعي، بالإضافة للقانون الوضعي الإنساني اللي هو وضع الإنسان، يعني هي مجموعة القواعد والقوانين المكتوبة والاتفاقيات المكتوبة. فرانسيسكو سواريز كان يعتقد أنه القانون الطبيعي مع القانون الوضعي الإنساني هو بشكل يعني وقتها ما يسمى أو كان يطلق عليه القانون الدولي. ولكن عندنا هوغو جروتيوس، هو قانوني هولندي، هو يعني يسمى أبو القانون الدولي، يعني هو أحد الأكثر العلماء البارزين اللي فعلا قدموا نظريات مؤسسة للقانون الدولي الحديث. صاغ نظام يعني فريد جدا كان بيسمى مجتمع الدول. يعني ونظام مجتمع الدول يعتقد أنه لا، المجتمعات الدولية ما لازم يحكمها قانون الحرب والقوة، ولكن يجب أن يكون هناك مجموعة من الاتفاقيات، مجموعة من المعاهدات والقوانين الفعلية هي التي يجب أن تصيغ هذه العلاقة بين الدول والحضارات. إذا بدنا نحكي عن مفهوم الدولة الحديثة والقانون الدولي، يعني في عندنا نقطة تعاطف تاريخية، ما بعرف بالتشات ممكن تكتبوا لنا مين بيعرف إيمت مفهوم الدولة الحديثة بدأ يتشكل، أو في اتفاقية مشهورة جدا يعني هي اللي كانت مؤسسة لمفهوم الدولة المدنية الحديثة. الاتفاقية هي اتفاقية وستفاليا. اتفاقية وستفاليا هي وقعت في القرن السابع عشر 1648 تحديدا، هي اللي أسست لمفهوم الدولة الحديثة طبعا اللي موجود اليوم، الدولة المدنية يعني، وفصل الدين عن الدولة. طبعا هي أسست مثل ما حكينا لموضوع القومية المستقلة، أسست لموضوع عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى. هاي من الأمور والقواعد التي أصبحت قواعد عرفية في القانون الدولي لاحقا. طبعا لاحقا بعد القرن السابع عشر والثامن عشر يعني العلاقات أغلبها كانت غير ملزمة بين الدول، كانت تتعلق بس بمسائل الشرف والإخلاص، لم تكن تستند إلى أي اتفاقيات أو معاهدات دولية ملزمة. يعني عندنا كان في قانون ليبر، هو هذا كان قانون يعني خلق يعتبر نقطة تحول في القانون الدولي، كان خلال الحرب الأهلية الأمريكية بالذات كحكم يعني سير الحرب وقتها، وعلى إثره يعني صار في تدوين لقواعد الحروب في جميع دول العالم، تأثر بها القانون. بريطانيا، صربيا، الأرجنتين، دول عديدة يعني استلهمت منه تدوين قوانين تتعلق بالحروب. لاحقا عندنا في محكمة التحكيم الدائمة نشأت، واتفاقيات لاهايو جنيف، يعني اتفاقية لاهايو جنيف وقتها اللي صدروا طبعا 1899 و1907 كانت كلها لتنظيم تنظيم القوانين التي تتعلق بالحروب، التي تنظم القوانين والقواعد التي يعني تكون ناظمة لسير الحرب والاشتباكات المسلحة والنزاعات في وقتها. لم تكن لسه ترقى إلى درجة القانون الدولي المتحضر أو المدني الذي يحكم اليوم. طبعا محكمة التحكيم الدائمة هي أصبحت لاحقا محكمة العدل الدولية. بعدها ظهر عندنا نظام عصبة الأمم والأمم المتحدة. يعني عصبة الأمم هي كانت النظام القانوني اللي ترتب بعد الحرب العالمية الأولى، والأمم المتحدة كما أغلبكم يعرف هي النظام القانوني
السائد الذي أصبح يحكم المنظومة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية. يعني عندنا عصبة الأمم اللي هي League of Nation، عندنا الأمم المتحدة اللي هي United Nation. طبعا مثل ما حكينا، عصبة الأمم تأسست بعد الحرب العالمية الأولى بموجب معاهدة فرساي. الهدف الأساسي من هاي المعاهدة كان تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والأمن. على أعقابها مثل ما ذكرنا تأسست الأمم المتحدة، وفي كان مؤسسات تتبع لها مثل مجلس الأمن، محكمة العدل الدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي، المجلس الاجتماعي. هاي كلها منظمات تتبع للأمم المتحدة بشكل مباشر. في لجنة القانون الدولي كمان تأسست عام 1947. هدف هاي اللجنة هي تطوير القانون الدولي، يعني إدراج دائما مواد لتتواءم مع طبيعة العلاقات اللي بتحكم العالم اليوم، لتخلي القانون الدولي بتطور دائم ومستمر، مثل الأمور اللي تتعلق لاحقا كانت بالفضاء يعني وإرسال البعثات إلى القمر والاتفاقيات المناخ إلى آخره. طبعا القانون الدولي فيه له عدة تعريفات، يعني وكاد تصل أكثر من 100 تعريف في فقهاء قانونيين كل عرفه يعني بصيغة مختلفة، ولكن يعني في تعريف مجمع عليه من قبل العلماء والفقهاء القانونيين، وأنا اخترت الأبسط يعني لكم. يعني هو القانون الذي يحكم العلاقة فيما بين الدول فيما بعضها، فيما بين الدول فيما بينها، وعلاقة هذه الدول بين المنظمات الدولية والأشخاص. يعني هو من جهة يحكم العلاقات، هي مجموعة القواعد والمبادئ تحكم سلوك وعلاقات الدول ذات السيادة طبعا فيما بينها، وعلاقة هذه الدول مع المنظمات الدولية والأفراد. مصادر القانون الدولي، مين ممكن منكم يعرف في أي مادة ذكرت، أو في نص أي في نظام أساسي لأي مؤسسة أو منظمة دولية ذكرت؟ في أحد بين الدارسين ممكن يجاوب؟ طيب، مصادر القانون الدولي ذكرت بالمادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في المادة 38 حدد شو هي المصادر القانون الدولي، والمصادر هي على نوعين، مصادر أساسية ومصادر تكميلية. عن المصادر الأصلية تشمل المعاهدات الدولية، القانون الدولي العرفي، المبادئ القانونية العامة والقواعد الآمرة. وعن المصادر التكميلية الأحكام القضائية، الفقه القانوني، مبادئ العدل والإنصاف. طبعا أعتقد كثير منكم كان يتبادر لذهنه شو مثلا القانون الدولي العرفي شو هو، أو القواعد الآمرة شو هي. لا، القانون الدولي العرفي لدينا مجموعة من القواعد والقوانين تصل لمرحلة من المقبولية يعني عند جميع الدول والأمم، لدرجة أنها تتحول لقانون دولي عرفي. يعني قانون دولي عرفي لا يحتاج إلى معاهدة دولية، لا يحتاج إلى توقيع، لا يحتاج مثلا أن الدولة تكون مصادقة عليه أو لا، مثلا مثل منع الإبادة الجماعية مثلا. لا يمكن لدولة أن تحتج بأنه أنا يجب علي أن أوقع على اتفاقية الإبادة الجماعية حتى مثلا يكون عندي التزام بأنه أنا ما أرتكب إبادة جماعية، أو مثلا مكافحة الرق مثلا، مكافحة مثلا نظام العبيد مثلا، أو القرصنة البحرية، حق تقرير المصير. هاي كلها تحولت لقواعد دولية عرفية. يعني حتى لو دولة ما أنها موقعة على اتفاقية دولية معينة، هذا بظل ملزم لها أن تطبق هاي الاتفاقية. القواعد الآمرة هي نوع من القواعد التي تشترك إلى حد كبير مع القواعد العرفية، هي قواعد لا يمكن تخطيها ولا يوجد عليها أي استثناءات. يعني مثلا قانون مكافحة القرصنة البحرية، أو مكافحة الرق، أو حق تقرير المصير، هاي القوانين لا يمكن بأي حال من الأحوال لأي دولة، ولو بحالة الطوارئ ولو بحالة الحرب، أن تتخطى تطبيق هذه القواعد، ولا يترتب عليها استثناءات، ولا يترتب عليها قيود أو شروط. يعني باللاتيني يمكن يمر معك هالمصطلح في حال قرأته أي قرارات لمحكمة العدل الدولية أو قرارات قضائية، في الغالب يعني بيكون تم ذكره اللي هو يوس كوجنس.
مثل ما حكينا موضوع الفصل العنصري، التعذيب، حظر الإبادة الجماعية، القرصنة، هي كلها قواعد آمرة لا يمكن خرقها أو وضع أي قيود أو استثناءات عليها، وتعتبر من المصادر الأصلية للقانون الدولي. الآن الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. القانون الدولي لحقوق الإنسان اللي هو International Human Rights Law هو يطبق في حالة السلم والحرب، يعني سواء كنا في حالة سلم أو كنا في حالة حرب، تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان واجب. أغلب القانون الدولي لحقوق الإنسان مستمد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي صدر في عام 1948 اللي هو Universal Declaration of Human Rights. طبعا هاي الحقوق هدفها تعزيز حقوق الإنسان، تطبيقها على الجميع بغض النظر عن عرقهم، دينهم، جنسيتهم، لونهم، ديانتهم أو لغتهم. ومثل ما ذكرنا تطبق في السلم والحرب ولا يمكن حصرها أو استثناءها بوقت معين. بينما القانون الدولي الإنساني اللي هو International Humanitarian Law أو باللاتيني Ius in Bello، هاي القوانين تطبق في وقت الحروب وتوجد اتفاقيات ناظمة لها، ويجب على الأطراف المتحاربة أن تلتزم بهذا القوانين في وقت الحرب وأن تتقيد بالاتفاقيات الدولية الناظمة لهذا القانون. طبعا سنذكرها جميعا لاحقا. طبعا تم تدوين هذه الاتفاقيات ليس فقط في اتفاقيات جنيف 1949، في اتفاقيات لاهاي أيضا 1899 و1907، ولكن الاتفاقية جنيف الحالية هي الأكثر اعتمادا في الوقت الحالي، واكتسبت الصفة العرفية أيضا. يعني حتى لو دولة مثلا احتجت والله أنا مو موقع على اتفاقية جنيف فهي لا تنطبق علي، يعني قيام دولة معينة بعدم توقيعها على اتفاقية جنيف لا يعفيها من تطبيق هذه الاتفاقيات في وقت الحرب. طبعا كما ذكرنا أصبحت يعني كلها تكتسب الصفة العرفية اليوم يعني. طب الآن ما هي الاتفاقيات التي تعنى بحماية المدنيين في ظل الحروب والنزاعات؟ اللي هي عمليا اتفاقيات القانون الدولي الإنساني. عندنا عدة اتفاقيات نذكر يعني أبرزها. اتفاقية جنيف الأولى اللي تم إنشائها 1864. طبعا في قانون اسمه هنري دونان هو اللي بادر هاي المبادرة، والحكومة السويسرية وقتها عقدت مؤتمر وتم توقيع هاي الاتفاقية، وكان هدفها حماية ضحايا الحرب العسكرية. بعدين عندنا اتفاقيات لاهاي 1899 و1907. اتفاقيات لاهاي كمان كانت بتركز على الأطراف المتحاربة وتضع بعض الضوابط والأمور اللي لازم يلتزموا فيها طرفين الحرب خلال الأعمال العدائية أو الحرب، يعني اللي منها قوانين وأعراف الحرب. مثلا كمان عندنا اتفاقية 1899 طرحت موضوع التسوية السلمية للنزاعات الدولية. بعدين عندنا اتفاقية جنيف الأربعة الأشهر والأكثر تداولا 1949. طبعا هن أربع اتفاقيات. مين في يذكر لنا شو هي الاتفاقية اللي تعنى بحماية المدنيين من اتفاقية جنيف الأربعة؟ يعني هن أربعة بس واحدة منهم هي اللي تعنى بحماية المدنيين. الرابعة، صحيح، اتفاقية جنيف الرابعة، لأنه عندنا نحن الاتفاقية الأولى تعنى بحماية العسكريين في خلال الحرب البرية، يعني جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان. والاتفاقية الثانية تعنى بحماية رعاية المرضى والجرحى من القوات البحرية. والثالثة، نعم عماد عبد الرحمن، صحيح، الثانية هي في القوات البحرية، والثالثة بشأن أسرى الحرب، والرابعة هي بحماية المدنيين، وهي التي تنطبق على أهلنا في غزة اليوم. يعني لذلك التركيز إذا بتشوفوا دائما بتتابعوا أي مؤتمرات صحفية لممثلين في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن أو في العدل الدولي، دائما بتشوفوا التركيز كلياته على اتفاقية جنيف الرابعة.
طبعا في بعدين بروتوكولات إضافية 1977 و 1974. البروتوكولات الإضافية إجت لإضافة موضوع النزاعات الأهلية، لأنه اتفاقيات جنيف الأربعة كانت بتركز بس على النزاعات الدولية اللي بتكون في الغالب بين دولتين. بينما بعدين يعني صارت تعرفوا في حالات كثير صار فيها نزاعات أهلية، سواء في إفريقيا، في أمريكا اللاتينية، في الشرق الأوسط، فما كانت تطبق هذه القوانين عليها بسبب انه هي ليست كانت توصف انها نزاعات دوليه. فالبروتوكولات الاضافيه اتت لتضيف هذه النقطه ولحمايه ضحايا الحرب في النزاعات الاهليه او الحروب الداخليه. الان عندنا مسارات التحكم في القانون الدولي. عندنا 3 مسارات رئيسيه، مين ممكن يذكر لنا اياهن؟ نعطي مجال للاخوه. يعني في 3 مسارات رئيسية اليوم للتحكم في القانون الدولي. عندنا مسار محكمة العدل الدولية، المسار الأول International Criminal International Court of Justice طبعا، واللي هي تتضمن نوعين من الآراء، الرأي الاستشاري الـ Advisory Opinion، وعندنا الرأي القضائي اللي هو الـ Judicial Decision. عندنا المسار الثاني المحكمة الجنائية الدولية International Criminal Court، وعندنا المسار الثالث هو القضاء الوطني أو المحلي Domestic Courts. طبعا راح نحكي عن هاي المسارات بالترتيب واحد واحد عشان نوضح لكم ونشرح لكم شو هي. طب سؤال مهم جدا، يعني في فرق رئيسي الآن بين محكمة العدل الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، في حدا ممكن يكتب لنا شو هو الفرق؟ في فروق كثيرة ولكن في فرق رئيسي جدا بين مسار محكمة العدل الدولي والمحكمة الجنائية الدولية. أي حدا ممكن يجاوب؟ طيب، محكمة العدل الدولية هي محكمة دول، يعني تحاكم دول وكيانات سياسية، بينما المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة أشخاص. يعني مثلا صحيح يا حكيم عبد العزيز، المحكمة الجنائية تعاقب الأشخاص وتحاكم الأشخاص، فمثلا لما نحكي إنه تنطرح ملف الجرائم الكيان الصهيوني أو إحالته للمحكمة الجنائية الدولية، هون نحن الكيان ككيان لا يمكن أن نحاكمه في الجنائية الدولية، نحاكم الأشخاص، نحاكم مثلا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نحاكم مثلا وزير الدفاع، نحاكم مثلا وزراء مجلس الحرب مثلا الذين أعطوا الأوامر بقتل المدنيين. بينما المحكمة العدل الدولية تحاكم الدول. صحيح صحيح يا مريم، هذا الفرق الرئيسي يعني، وفي فروق أخرى طبعا. الآن طيب فعاليات قرارات المحاكم الدولية، يعني اليوم كثير منكم بتساءلوا الناس يعني خاصة بعد صدور القرارات الأخيرة، طيب صدر قرار من محكمة العدل الدولية ولا صدر قرار من المحكمة الجنائية الدولية، شو فعالية القرار؟ شو ممكن يخدم الدولة اللي صدر لصالحها؟ كيف ممكن يردع المجرم؟ كيف ممكن يردع الجاني؟ إذا بلشنا بمسار محكمة العدل الدولية، عندنا نوعين من القرارات، صحيح؟ مثل ما حكينا، عندنا القرارات الاستشارية وعندنا القرارات القضائية. طبعا القرار الاستشاري اللي هو الـ Advisory Opinion هو قرار غير إلزامي، هو عبارة أنه بتطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية بناء على اقتراح دولة معينة عضو في الأمم المتحدة أن تبدي رأيها بمسألة قانونية معينة، يعني هو يعتبر مثل فتوى قانونية. طبعا صحيح هو مو ملزم، ولكن يترتب عليه نتائج كثيرة، مثل يعني الموضوع اللي يبدأ الرأي فيه يصبح مثلا بيكتسب طابع قانوني، مثلا بصير بيعبر عن رأي أكثر هيئة مستقلة قضائية في العالم اللي هي محكمة العدل الدولية، بصير مثلا الدول حتى لو عارفة أنه هو مو ملزم هي بتحس أنه يترتب عليها مسؤولية دولية وقانونية وأخلاقية أن تلتزم بهذه القوانين، ويشكل أداة ضغط سياسي أيضا جدا. في عندنا مثال بارز جدا بهالشأن هو القرار الاستشاري اللي صدر بخصوص جدار الفصل العنصري عام 2004، ووقتها المحكمة حكت أنه جدار غير قانوني مخالف للقانون الدولي. القانون الدولي قراراته ليست إجبارية بالنسبة للدولة. لا سنتكلم عن، يعني راح نتكلم عن هاي المواضيع لاحقا. القانون الدولي قرارات محكمة العدل الدولية
القضائية قرارات إلزامية، ولكن المشكلة بموضوع التطبيق والأدوات التنفيذية. فمثلا عندنا المسار الثاني اللي هو الرأي القضائي، هو إلزامي بايندينج يعني بيحكوا له، ويتوجب على الدول أن تلتزم فيه. طيب إذا في دولة معينة ما التزمت بقرار محكمة العدل الدولية، عبير راح نحكي نحن عن موضوع الجدار بالأسئلة، بس إذا ممكن نخلي الأسئلة حاليا بنطاق البحث. بالنسبة للجدار، إنه مثل ما حكينا الرأي الاستشاري هو بيبدي الرأي القانوني بموضوع معين وهو ليس إلزامي. بموضوع إسرائيل، هي لها سياسة طويلة بعدم احترام القرارات الدولية والإفلات من العقاب، بس هذا لا يعني إنه ما راح يرتب مسؤولية دولية عليها وما راح يكون في له عواقب وآثار. راح نحكي عن المواضيع كلياتهم. طب في حال دولة لم تلتزم بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولي، شو السيناريوهات المطروحة؟ يعني الكثير منكم ممكن هلا البارحة صدر قرار ضد الكيان الصهيوني، وغالبا يعني مثل ما صرحوا وسمعنا تصريحات المسؤولين الرسميين عندهم بما فيهم رئيس الوزراء انه احنا ما راح نلتزم بهذا القرار. طب بهالحالة شو بصير؟ بهالحالة نحن فينا نلجأ لمجلس الأمن. تمام؟ لا، مو لسه البند السابع، راح نحكي عنه لاحقا. ما وصلنا لمجلس الأمن. في عندنا مسارين، عندنا مسار مجلس الأمن وعندنا مسار المسؤولية الدولية المدنية. تمام؟ بالنسبة لمسار مجلس الأمن، طبعا إذا في دولة لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، القرار القضائي حق للدولة التي صدر القرار لصالحها، مثلا هنا نتحدث عن جنوب أفريقيا، أن تلجأ لمجلس الأمن وتطلب منه أن يصدر قرار يلزم الدولة التي لم تلتزم بالقرار. طبعا مثل ما بتعرفوا مجلس الأمن عندنا محكوم بمنظومة الأعضاء الخمسة الدائمين وموضوع حق الفيتو يعني. فلذلك بعد طرح المسألة لمجلس الأمن، الاحتمال وارد أنه يتم استخدام حق الفيتو ضدها، وفي احتمال انه ما يستخدم. طبعا يحق له ايضا مجلس الامن اذا ارتأى ان الموضوع يهدد الامن والسلم الدوليين ان يصدر قراره تحت البند السابع، واذا صدر تحت البند السابع يعني يحق له استخدام القوة العسكرية. اذا ما صدر تحت البند السابع يعني في عقوبات اقتصادية، في حصار اقتصادي، في منع بيع السلاح. ولكن هاي في حالة لم يتم استخدام الفيتو. طب في حال تم استخدام الفيتو، طبعا احنا راح نيجي على موضوعنا بموضوع قرار التدابير المؤقتة بخصوص جنوب أفريقيا في آخر المسار، بس خلينا هلأ نحكي بشكل عام. في حال استخدم حق الفيتو، طيب هون شو صفي هذا القرار؟ في إشي عندنا بالقانون الدولي اسمه المسؤولية المدنية الدولية. طرح المسؤولية المدنية الدولية تم إصداره في عام 2001. المسؤولية المدنية الدولية بحكي لك لو في دولة معينة انتهكت القانون الدولي وصدر بحقها قرار قضائي، أو ثبت أنه هي انتهكت هذا القانون الدولي، فيترتب على الدول بصفة منفردة وعلى الدول كمجتمع دولي أن تتخذ إجراءات. 3 أمور: أول إشي ما تعترف بالانتهاك، يعني ما تعترف بالوضع القائم الحالي، وأن تتخذ إجراءات لا تشجع أو تردع الدولة المنتهكة عن يعني الاستمرار بالانتهاك، وأن يعني تتخذ سلسلة من الإجراءات الجمعية العقابية الجمعية بما فيها قطع العلاقات الاقتصادية، قطع العلاقات الدبلوماسية، يعني اتخاذ أي خطوة يمكنها أن تنهي الانتهاك الموجود وأن لا تشجع على استمراره. هنا تترتب مسؤولية على الدول المنفردة وعلى جميع دول العالم كمجتمع دولي، يعني في كطرح المسؤولية الدولية. طب خلينا نحكي عن مسار المحكمة الجنائية الدولية، الاي سي سي، الانترناشونال كريمنال كورت. المحكمة الجنائية الدولية طبعا غير الفرق بينها وبين محكمة العدل الدولية، انه محكمة العدل الدولية هي محكمة اشخاص دول، ومحكمة المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة اشخاص. محكمة الجنائية الدولية للاسف هي محكمة مسيسة جدا بعكس محكمة العدل الدولية. يعني محكمة العدل الدولية تتمتع باستقلالية كبيرة إلى حد ما، بينما المحكمة الجنائية الدولية للأسف هي محكمة مسيسة. حتى في بعض القانونيين يعني على سبيل الفكاهة سموها محكمة إفريقيا، لأنه جميع من كانت تحاكمهم من الذين ارتكبوا المجازر والانتهاكات الجماعية كانوا من القارة الإفريقية. طيب
بالنسبة لموضوع فلسطين والمسار المحكمة الجنائية الدولية، بالمناسبة فلسطين، السلطة الفلسطينية منذ عام 2014 هي طرحت ملف الانضمام لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، واستغرق المحكمة لـ 2021 لأنه هي اضطرت تبحث هل فلسطين دولة أو لا. طب إذا فلسطين هي مو دولة أنا ما فيني أضمها، فهي استغرقت إلى حدود 7 سنوات لبتت بداية، وهذا كان سابقة تاريخي لأنه مو من صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية أنه تبت بموضوع أنه هل هذا الكيان السياسي يكتسب صفة الدولة أو لا، ولكن في النهاية خلصت إلى أنه فلسطين دولة، وقبلت عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية بأثر رجعي يعني من عام 2014، يعني هي بتنظر بالجرائم التي تم ارتكابها من عام 2014، ولكن هي ب 2021 أصدرت أنه هي تمتلك الصلاحية القضائية للنظر في الجرائم التي تم ارتكابها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. طبعا للأسف هون هم بيقصدوا الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأراضي التي تم احتلالها بعد عام 1967. طبعا هناك 3 جرائم رئيسية تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية: الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. مقر المحكمة في لاهاي هي ومحكمة العدل الدولية، كلاهما يوجد في لاهاي. طبعا العديد من الجرائم اللي ارتكبها الكيان في غزة وهي كثيرة، يعني هو لم يترك حرفيا مادة من مواد القانون الدولي ولا القانون الدولي الإنساني ولا حقوق الإنسان إلا وانتهكها. طبعا نذكر على سبيل المثال وليس الحصر جريمة تهجير السكان، القصف العشوائي، قطع الماء والكهرباء والغذاء، والعقاب الجماعي. ليش واحدة مسيسة والثانية لا؟ لأنه يعني المحكمة الجنائية الدولية أساسا، وهذا يعني ولو خرجنا شوي عن موضوع السياق ولكن سأشير له بشكل سريع، من أكثر الدول التي دعت إلى إنشائها هي أمريكا. تمام، سأشير لموضوع التنوع بالأعراق للقضاة كما حكى الأخ عبد العماد. هي أمريكا اللي كانت تدفع بقوة بإنشاء محكمة جنائية دولية، وعندما يعني تم التوافق على النص النهائي وعلى النظام الأساسي لنظام روما يعني، والدول بلشت توقع عليه، أمريكا رفضت وانسحبت. أي أمريكا مو موقعة يعني على نظام روما الأساسي وليست عضو في المحكمة الجنائية الدولية، لأنه هي عارفة هي متورطة بجرائم كثيرة سواء في الشرق الأوسط، في أمريكا اللاتينية، في إفريقيا، فهي عرفت أنه راح تواجه مشكلة كبيرة في حال انضمت للمحكمة الجنائية الدولية. موضوع أيضا الاختيار القضاة، هاي نقطة مهمة. يعني إحنا اليوم المحكمة الجنائية الدولية عمليا في العراق أيضا، طبعا ما أشرت في الشرق الأوسط، يعني المحكمة الجنائية الدولية يمثلها المدعي العام يعني بالغالب اللي هو حاليا كريم خان. كريم خان بالمناسبة هو صديق لإسرائيل، يعني حتى من لما بن سودة تم إقالتها أو مو إقالتها يعني انتهت يعني مدة عملها أو مهمتها في الجنائية الدولية، في كريم خان أتى بعدها، ونتنياهو كان وقتها يعني مسرور لأنه يعني حكي كريم خان هو صديق لإسرائيل. فلذلك يعني إحنا ما مو قلقانين من موضوع أنه المحكمة أعلنت السلطة القضائية وكذا. بموضوع كمان التمويل، يعني المحكمة الجنائية الدولية تتلقى أكثر شيء تمويلها من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا، فهي الدول اللي بتمولها طبعا هي بتأثر على قراراتها السياسية، بينما لا، محكمة العدل الدولية هي تابعة بشكل مباشر للأمم المتحدة. يعني المحكمة الجنائية الدولية ليست أحد أجهزة الأمم المتحدة، يعني الناس بجوز هذا الموضوع ما بتعرفه، ولكن محكمة العدل الدولية هي أحد الأجسام الرئيسية في الأمم المتحدة، تتبع بشكل مباشر الأمم المتحدة على عكس الجنائية الدولية. موضوع اختيار القضاة أيضا في محكمة العدل الدولية، يعني عندنا نحن 13 قاضي بيتم اختيارهم بناء على التوزيع الجغرافي، أعتقد 3 من أفريقيا، 3 من أمريكا اللاتينية، 4 من غرب أوروبا، و2 من شرق أوروبا، صاروا 6 9، يعني الثانيين أعتقد في من الكاريبي، أو يعني لست أذكر يعني بالضبط، ولكن يعني يتم اختيار القضاة بناء على توزيع جغرافي، وهذا بيضفي يعني استقلالية أكثر، وكون تبعيتها للأمم المتحدة أيضا بشكل مباشر وسمعتها أيضا، يعني الأمم المتحدة المحكمة العدل الدولي منذ أن تأسست يعني تتمتع بسمعة وقدر عالي من استقلال القضايا. محكمة العدل الدولي تأسست بال 45 يعني خلال تأسيس الأمم المتحدة، بينما
الجنائية الدولية في 2000. يعني هون مثل ما ذكرنا، يعني مو بالكود عم بشير له انه المحكمة الجنائية سموها بعض الناس محكمة افريقيا، لانه هي بس حاليا حاكمت مجرمين الحرب الافريقية. المدعي العام كريم خان تربطه علاقة قوية. شوفوا اصدقائي، من عام 2000 الى اليوم في 30 قضية تم عرضها المحكمة الجنائية الدولية، بس في 9 صدر منها أحكام إدانات وأربعة براءة، والبقية ما تزال قيد التحقيق. لذلك مسار المحكمة الجنائية الدولية قد يكون يعني متعب ومضني ويحتاج إلى وقت طويل، ولكن هذا لا يعني أن نترك هذا المسار. يعني يجب توظيف أي أداة وأي فرصة متوفرة لتحقيق أكبر ضغط ممكن على هذا الكيان وقد مضاجعه وملاحقته في كل المسارح الدولية والسياسية. طبعا في قبل ما نذهب للقراءة القانون بجرائم الاحتلال، في موضوع التقاضي الوطني ما أشرت له، يعني في كثير ممكن يتساءل منكم إيه يعني أنا كيف ممكن أحاكم الكيان الصهيوني مثلا بفرنسا على سبيل المثال. مثل ما كلكم عم بتتابعوا الأخبار، في جنود يهود فرنسيين، احنا عم نضرب مثال طبعا، طلعوا يقاتلوا مع الجيش الصهيوني في غزة وارتكبوا مجازر بحق الأطفال أو بحق المدنيين في غزة. طبعا في قوانين سواء بالقانون الفرنسي أو بالاتحاد الأوروبي بشكل عام تحق لأي مواطن فرنسي أن يرفع دعوى ضد مواطن فرنسي آخر. فلنعتبر نفرض ممكن أحد أهالي غزة مثلا الذين فقدوا عائلاتهم خلال القصف أو الحرب يمتلك الجنسية الفرنسية أو الكندية أو البريطانية أو الألمانية، فيحق له أن يتقدم بدعوى ضد هذا الجندي اليهودي الفرنسي الذي ذهب ليقاتل مع جيش الاحتلال بتهمة أنه هو ارتكب جرائم مثلا ضد عائلته أو ضده. فالمسار الوطني دائما يعني متاح، يعني ولو أنه يمكن يكون قليل. في أيضا بعض الدول في قوانينها المحلية تحاكم أيضا على الانتهاكات العامة لحقوق الإنسان، حتى لو كان الموضوع لا يتعلق بشخص مثلا مواطن من هاي الدولة أو لا. مثلا انتهاكات العامة لحقوق الإنسان، في عنا قانون، لا، ليس الاختصاص العالمي، عم نحكي عن القضاء الوطني، هذا موضوع مختلف. المواطن الفرنسي بيتقدم للمحاكم الوطنية، ما احنا حكينا الاختصاص المحلي، يعني المحاكم الوطنية في بلده، المحاكم الفرنسية. يعني في موضوع القوانين الأخرى، مثلا عندنا مثلا في قانون اسمه قانون ماجنيتسكي، هذا القانون هو قانون أمريكي ولكن يعاقب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. أمريكا لوحت لاستخدامه خلال أزمة السعودية وقضية جمال خاشقجي، وقتها كانت أمريكا بتلوح لاستخدامه. مثلا في قوانين مشابهة لهذه القوانين محلية يمكن استخدامها لملاحقة الكيان الصهيوني. أعتقد في مؤتمر بازل لما شارك رئيس الكيان كان في مذكرة من الادعاء السويسري، يمكن كانت يحاول بعض القضاة والمحامين متطوعين أنه يصدروا ضد مذكرة اعتقال، هي طبعا ما خرج عنها أي شيء بسبب يعني ضغط الحكومة هناك وقتها، ولكن هي جميعا تشكل أدوات ضغط ممكن بتراكم هذه الجهود جميعا مع بعض ممكن تخلق حالة من الضغط وخنق هذا الكيان. طبعا خلينا نحكي هلأ، نعرج شوي على الجرائم اللي ارتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة. يعني مثل ما تابعنا جميعا ومثل ما أشرت منذ قليل، يعني لا يكاد الكيان لم يترك أي نص قانوني ولا اتفاقية إلا انتهكها في قطاع غزة حرفيا. يعني يمكن نجلس يوم كامل نحصي انتهاكات القوانين الدولية ولا ننتهي. عشان هيك راح نذكر بعضها على سبيل المثال وليس الحصر. وطبعا انتهك القانون الدولي الإنساني جميعه بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين واتفاقية لاهاي لعام 1897. انتهاكات حقوق الإنسان، طبعا انتهاك الحق في الحياة، انتهاك الحق في حرية الحركة، انتهاك الحق في الغذاء والدواء، انتهاك الحق في مواصلة التعليم، انتهاك الحق في التمتع بالخدمة الصحية بأدنى مستوياتها. يعني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم انتهاكه جملة وتفصيلة كامل، بالإضافة لاتفاقية جنيف الرابعة
كاملة، بالإضافة لارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعي وجرائم ضد الإنسانية، وتشخيصها بما يتفق مع النظام الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. عندنا موضوع التحريض على الإبادة الجماعية كمان، كلكم شفتوا المسؤولين بكيان الاحتلال، سواء من الرئيس لرئيس الوزراء لوزير المالية لرئيس التراث اللي دعا إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة، كلياتهم حرض على الإبادة الجماعية. وبالمناسبة هاي المواضيع والتصريحات تم الاستناد إليها بقرار المحكمة، محكمة العدل الدولية، اللي لسه يعني هي متابعة بالقرار، ولو أنه صدر اتخاذ تدابير مؤقتة. هي حكت: نحن نرى أن هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الكيان الصهيوني قد يكون ارتكب إبادة جماعية، وهي من لسه عم تحقق في القرار. الموضوع قد يمتد لسنوات، راح نحكي عن الموضوع لاحقا. يعني موضوع التهجير القسري للسكان مثلا، يعني اليوم أنت عم بتهجر الناس من الشمال إلى الجنوب، ومن الوسط إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الوسط، عبر عمليات القصف، عبر استهدافهم بشكل مباشر. هاي كلها بتشكل انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة للمادة 49 بالذات مثلا. هاي كلها مثلا بتشكل جريمة إبادة جماعية وفق النظام الأساسي لمعاهدة روما اللي هي الناظمة للمحكمة الجنائية الدولية. قصف العشوائي، استهداف المدنيين، استخدام الفسفور الأبيض، يعني استهداف المساجد والمدارس والكنائس، هاي كمان بتشكل انتهاك للاتفاقيات الهاي اللي تدعو لحماية الأماكن الدينية ولحفظ المواقع التراثية، استهداف المتاحف، الآثار، المدارس، الفئات المحمية مثل الصحفيين، هاي كمان لها أنظمة وقوانين خاصة فيها، استهداف طواقم الإسعاف، هاي كلها بتشكل انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. طب شو مستقبل المسار القانوني للمعركة مع الاحتلال؟ في نص مهم جدا، كثير من القانونيين ما بيعرجونه. جميع العام الأمم المتحدة، ولو أن قرارات الجميع العام الأمم المتحدة ليست ملزمة، ولكن هي قرارات تمتلك الصفة القانونية، يعني هي قرارات قانونية حتى لو مو ملزمة يمكن الاستناد إليها قانونا. في الكثير مو بنعته اليوم المقاومة الفلسطينية في الإرهاب، الكفاح المسلح الفلسطيني بالإرهاب. طيب أنا في عندي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3236 صدر 1974، بحكي إنه الفلسطينيين لديهم الحق باستخدام كافة الوسائل بما فيها الكفاح المسلح لاستعادة حقوقهم المسلوبة. طبعا اليوم عندي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار عم تحكي فلسطينيين لديهم الحق باستخدام كافة الوسائل لاستعادة حقوقهم المسلوبة. بيخرج علينا المسؤولين الغربيين في ينعتوا المقاومة الفلسطينية بالإرهاب. السؤال خليه معلش للأخير، تمام، بس أكمل المسارات حاليا بعدين نتطرق للأسئلة. طب اليوم إحنا كفلسطينيين شو مطلوب منا؟ مطلوب منا نحافظ على النضال المشروع والاستفادة من القرارات الدولية للحد الأقصى. يعني ما بصير نحكي والله لأنه المسار القانوني يأخذ وقت، والله لأنه المسار القانوني متعب، والله لأنه لم ينصف الفلسطينيين بشكل كامل، أنه نترك الساحة خالية لهالكيان. يعني الكيان الصهيوني اليوم، وللأسف نحن كفلسطينيين والأخوة يعني اللي متابعين المسار القانوني الفلسطيني منذ النكبة إلى اليوم بيعرفوا أنه نحن لفترة لمرحلة من المراحل كنا ضعيفين جدا يعني بهالموضوع. يعني انت لو كنت تكتب مثلا عن اي موضوع قانوني مثلا، تبحث عنه كمقال كباحث علمي، يعني بتشوف بخرج لك 25 مقال مثلا بدعم السرديه الصهيونيه، مقابل يمكن مقال او صفر مقال بدعم السرديه الفلسطينيه. فكنا ضعيفين ومقصرين جدا بالموضوع القانوني. ولكن الان من 2008 إلى الآن في صحوة كبيرة يعني جدا بالأوساط الفلسطينية والاهتمام بالموضوع القانوني. يعني لأن لدينا العديد من المراكز البحثية القانونية اللي فعلا يعني بتقدم جهد قانوني رائع جدا ومميز لتقديم القضية الفلسطينية على أنها قضية عادلة، وأن الفلسطينيين شعب يستحق الحرية والخلاص من الاحتلال بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. طبعا كمان لازم ما نرضخ لأي ضغوط، يعني للأسف مثل ما صار
في تقرير جولدستون، هذا صدر بعد حرب 2008، حرب الفرقان في قطاع غزة. وقرار لقاضي اتهم يعني إسرائيل بارتكاب سلسلة من انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكان بيحاولوا يعني إنه الموضوع يتم إحالته لمجلس الأمن، ولكن وقتها للأسف يعني في ضغط أمريكي وإسرائيلي على السلطة الفلسطينية بمقابل وعود بالمفاوضات لسحب أو التنازل عن التقرير، وتنازلوا عنه، وبعدها يعني ما كان في لم يعني ما حققوا أي شيء إيجابي فيما يخص في القضية الفلسطينية والمشروع التحرر الوطني الفلسطيني. فمهم جدا أن لا نستجيب لهذه الضغوطات يعني، وظل النضال القانوني مستمر إلى جانب النضال يعني على الأرض. يعني مثل ما حكيت، قرار محكمة العدل الدولي الأخير هو قرار اتخاذ تدابير مؤقتة، ولكن يجب أن ندعم دولة جنوب أفريقيا، يجب على الدول الحرة والعربية والإسلامية أن تدعم التوجه في اللي عم والجهد الكبير اللي عم تقدمه جنوب أفريقيا حتى صدور القرار النهائي بإدانة الكيان بجريمة الإبادة الجماعية. قرار هذا قرار مهم جدا، قرار محكمة العدل الدولية، لأنه يعتبر حجر أساس، هو أيضا يحث المحكمة الجنائية الدولية المترددة التي إلى الآن لم تفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية، يعني مترددة، ولا ونحن لم نستطع الدخول إلى قطاع غزة، ويجب أن ندخل، والمحققين يجب أن يروا هذه الجرائم، وإسرائيل لم تمنحنا الإذن، وإسرائيل لم تمنح لمحققين التأشيرات، و و و و الآن لديك قرار من أعلى هيئة قضائية مستقلة في العالم، يمكنك الاستناد عليه وأن تبدأ بفتح مسار التحقيق في الجنائية الدولية بالتوازي مع العدل الدولي. هذا سيخلق ضغط أكبر على الكيان ويحرج أكثر أمام المجتمع الدولي. طبعا هناك موضوع المسؤولية الدولية المدنية التي أشرت إليها، يعني في المادة 41 من طرح المسؤولية الدول لجنة المسؤولية الدولية لعام 2001، اللي بتحكي إنه يترتب على المجتمع الدولي والدول بشكل عام إيقاف كافة أشكال التعاون والتعامل مع الدول التي تنتهك القانون الدولي أو تنتهك قاعدة عامة في القانون الدولي، وفي هذه الحالة كان الاحتلال. في حال طبعا وصلنا للسيناريو اللي ذكرناه، في حال رفضوا تطبيق قرار محكمة العدل الدولي ومجلس الأمن وتم مواجهته بفيتو، عندنا موضوع المسؤولية الدولية. طب هلأ راح نعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية. آليات تنفيذ ملزمة لقرارات المحكمة الجنائية الدولية للأسف ما في، يعني بعطيك أكبر مثال، مثلا عمر البشير الرئيس السوداني الأسبق صدر بحق مذكرة اعتقال في موضوع جرائم إبادة جماعية في دارفور يمكن من عام 2009، وما كانوا يقدروا يعتقلوه، يعني هو مع أنه كان يسافر لدول كانت هي عضو بالمحكمة الجنائية الدولية، ودول أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية يترتب عليها تنفيذ قرارات المحكمة، ولكن مثل ما حكينا هي يعني محكمة ضعيفة ومسيسة. بس رغم هيك ما لازم نترك هذا المسار، رغم أنها ضعيفة ومسيسة لا يجب أن نتخلى عن هذا المسار. آليات للأسف مثل ما ذكرت يعني ضعيفة جدا، هي بترجع ترتبط ب إذا الدول فعلا بتبدي المسؤولية الأخلاقية والقانونية على المصالح والمنافع السياسية، وللأسف ما عم بصير. طبعا بموضوع قرار محكمة العدل الدولية، أنا عارف في كثير أسئلة خاطرة ببالكم، شان هيك يعني في أنا حتى وصلني كان في أجريت مقابلة قبل محاضرة اليوم، فسألوني 5 أسئلة رئيسية وأربع أسئلة رئيسية، أعتقد بتلخص كل الأسئلة اللي بذهنكم. في سؤال لو ما كان من ضمن الأسئلة الموجودة بذهنكم ممكن نطرحه خلال الأسئلة. طبعا إحدى الأسئلة كان اللي بيحكي إنه ركزت المحكمة العدل الدولية على القرار بخصوص الحرب على المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، إنه شو هي هاي المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، كيف استندت لها محكمة العدل الدولية؟ المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية باختصار هي تدعو لحماية المدنيين وعدم استهدافهم سواء بشكل جزئي أو بشكل كلي، يعني عدم استهداف المدنيين من أي بغض النظر عن الجماعة الإثنية والعرقية والقومية والسياسية والدينية اللي بينتموا لها وحمايتهم يعني. فهي كانت المادة الثانية باختصار. طبعا في إلها عدة بنود اللي هي مثلا عدم مثلا استهداف مثلا الأطفال، عدم مثلا نقل الأطفال الرضع والصغار، إعطائهم من مجموعة عرقية أو من مجموعة معينة دينية أو
أو تتبع لون أو عرق معين إلى مجموعة أخرى. طبعا بهاي الحالة محكمة العدل الدولية كون النزاع بين جنوب إفريقيا والكيان الصهيوني، يعني ليس بين فلسطين والكيان الصهيوني، فهي لم تستطيع أن تصدر بصيغة وقف إطلاق نار. ولكن يعني القانوني والقارئ متعمق بقرار المحكمة بيعرف أنه مجرد إصدار قرار يمنع استهداف المدنيين ووقف القصف، عفوا مو وقف القصف، قرار يمنع باستهداف المدنيين وقرار بإدخال المساعدات وقرار بوقف الإبادة الجماعية والمجازر، فهو يعني بين قوسين قرار وقف إطلاق النار. يعني وإن لم يصدر القرار بصيغة كلمة وقف إطلاق النار، ولكن في محتوياته مضمونة هو يدعو لوقف إطلاق نار. لأن أنت اليوم يعني كيف راح تمنع قتل المدنيين إذا ما وقفت إطلاق النار؟ كيف راح تمنع ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية إذا ما أوقفت إطلاق النار؟ كيف راح تسمح بدخول المساعدات ووصولها للمدنيين والخدمات الصحية والطبية والمستشفيات إذا ما أوقفت إطلاق النار؟ يعني هذا الشيء نفسه اللي كانت عم تحكي عنه وزيرة خارجية جنوب أفريقيا امبارح. طب في كثير اعتبروا قرار المحكمة تاريخي وانتصار للشعب الفلسطيني، وهل فعلا هو قرار تاريخي وانتصار قانوني؟ أنا بوجهة نظري كقانوني مختص في القانون الدولي، نعم هو قرار تاريخي. لماذا؟ لأنه كان الاحتلال لأول مرة في التاريخ يجلب إلى محكمة العدل الدولي كمدعى عليه. لأول مرة في التاريخ الكيان الاحتلال يوضع في قفص الاتهام. يعني اليوم صح صدر قرار تدابير مؤقتة، بس هذا لا يعني إنه القرار انتهى. يعني قرار التدابير المؤقتة هو قرار مبدئي إلى أن تصدر محكمة العدل الدولي القرار النهائي الذي يمكن أن يستغرق سنوات. يعني في قرارات، في دعاوى بمحكمة العدل الدولي امتدت ل9 سنوات. يعني مسار محكمة العدل الدولي هو هذا المسار الطبيعي، هي تأخذ سنوات حتى تصدر قرار. وجريمة الإبادة الجماعية هي أم الجرائم تسمى. يعني اليوم لو في كيان سياسي أو دولة وصفت بأنها ارتكبت إبادة جماعية فهذا يحولها إلى كيان منبوذ، ولا ترغب أي دولة بالعالم بالتعامل معه، ودول العالم جميعا ستقوم بقطع العلاقات معها. لذلك الموضوع حساس جدا. يعني انتصار تاريخي أيضا لأنه مثلا موضوع المقبولية مثلا عندك مثلا كيربي مثلا وزير الخارجية الأمريكي، عندك رئيس الوزراء البريطاني حكوا أساسا القضية بحد ذاتها لن تقبل، أساسا لن يقبل البحث فيها لأنها لا تفتقد للمقبولية. طبعا اليوم المحكمة الجنائية الدولية، عفوا محكمة العدل الدولية، قبل أن تبدأ بإصدار رأيها أو بالتحقيق بأي قرار أو بأي قضية، هي تلجأ لموضوع المقبولية. أن يعني المقبولية يعني هل تمتلك المحكمة فعلا الصلاحية للنظر في هذا القرار أو لا. فمجرد قبول الدعوة هو يعتبر حدث تاريخي، مجرد إصدار القرارات، مجرد وضع الكيان في قفص الاتهام، مجرد الذي قرأ القرار وتابعه. يعني محكمة العدل الدولية صدر القرار بالإجماع، يعني 13 مقابل 2. يعني أنا وأصدقائي من أكبر المتفائلين كنا نتوقع أنه ممكن يصدر والله 8 مقابل 7 مثلا أو 9 مقابل 6، بس يعني 12 مقابل 2 كان فاق التوقعات كثير. واللي صوتوا، القاضيين اللي صوتوا ضد القرار هو قاضي إسرائيلي وقاضي أوغندي. حتى الحكومة الأوغندية تبرت منها يعني وحكت هذا لا يمثل رأي الحكومة الأوغندية، هذا بيمثل رأيها الشخصي. فنعم برأيي هو انتصار قانوني. مثلا تم الإشارة بالقرار لموضوع التحريض على لغة الإبادة الجماعية اللي استخدمها المسؤولين، يعني وهي بتلعب دور كبير بموضوع إثبات النية الجرمية. لأن اليوم عندنا جريمة الإبادة الجماعية تتكون من عنصرين رئيسيين، يعني العنصر المادي اللي هو العنصر الجرمي، يعني عنصر ارتكاب الجريمة، والعنصر المعنوي. دائما الصعوبة بتكون بالعنصر المعنوي. العنصر المعنوي هو إثبات النية الجرمية. يعني أنا اليوم لحتى أثبت أنه الكيان الصهيوني ارتكب جرائم، تمام أنا شفته ارتكب الجرائم، بس هذا لا يكفي، أنا لازم يكون عندي أتأكد أنه هو امتلك النية الجرمية لارتكاب إبادة جماعية، بسواء إبادة الفلسطينيين جزئيا أو كليا.
فتصريحات المسؤولين الصهاينة اللي يوف جالانت حكى أنهم حيوانات بشرية، واللي الرئيس الكيان حكى أنه هي أمة بأكملها المسؤولة entire nation، يعني سنكسر ظهورهم وسنقطع عنهم الماء والغاز والكهرباء. فنعم، وتصريح وزير التراث سنلقي قنبلة نووية، وتصريح سموتريتش، وتصريح إتمار بن كفير إنه جميعهم لا يوجد حد بريء، كلهم إرهابيين. هاي تصريحات صادرة من وزراء وبتثبت النية الجرمية، فهاي وضع الكيان الصهيوني بمأزق كبير. يعني ولو القرار لهو لو لم يكن قرار قوي لما خرج علينا مثلا بنيامين نتنياهو وقال إنه هاي وصمة عار في تاريخ المحكمة والقانون الدولي، وهي سلبت من الكيان حقه في الدفاع عن نفسه. فهم مدركين الآن أنهم هم بورطة، ومثل ما حكينا نحن هاي إجراءات تدابير مؤقتة لم تنتهي إلى الآن. فهو أنا برأيي هو قرار تاريخي بامتياز، ولو أنه في ناس شافت أنه ممكن له بعض الأمور السلبية مآشر مباشرة لموضوع موضوع وقف إطلاق النار، ولكن هو بمحتوى يشير لموضوع وقف إطلاق النار، يعني المحتوى نفسه. يعني هذا الأمر اللي بالسؤال الثالث اللي عم نحكي عنه، يعني ليش ما أصدر وقف إطلاق نار؟ يعني حكينا، يعني هو الموضوع أول إشي بموضوع روسيا وأوكرانيا مثلا، كان إنه اثنين طرفين، واثنين طرفين النزاع كانوا روسيا وأوكرانيا، فوقتها صدر قرار بوقف إطلاق نار. بينما في قضية جنوب أفريقيا والكيان الموضوع مختلف. حتى أنا اليوم البارحة سمعت تصريح من أحد أعضاء الفريق القانوني بجنوب أفريقيا، قال نحن بصيغة وقف إطلاق النار لم نطلب من المحكمة، نحن طلبنا حماية المدنيين وإيقاف الإبادة الجماعية. وفعلا هذا اللي صدر، ومثل ما ذكرت يعني حماية المدنيين ووقف الإبادة الجماعية وإيصال المساعدات وتمكين المصابين من استقبال الرعاية الطبية في المشافي تعني وقف إطلاق النار، يعني تحصيل حاصل. طب بموضوع إنه أحد الأصدقاء سألني أيضا إنه هل قرار المحكمة يضفي صفة شرعية على المظاهرات والاعتراضات العالمية؟ طبعا في نقطة مهمة هي اللي أزعجت الكيان، إنه هم لا اعتبروا مثلا اللي عم بصير معادلة سامية، ماشي، ولا ذكروا موضوع الإرهاب. يعني ما ذكرت مثلا موضوع إنه مثلا حماس أو المقاومة الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني، مصطلح الإرهاب لم يذكر ولم يشار إلى موضوع معادلة سامية. ففعلا هالنقطتين تضفي شرعية كبيرة على المظاهرات، وما عاد في دول مثل ألمانيا، ولا أعتقد ألمانيا هي اللي كانت حساسة أكثر شيء بالموضوع، اللي تمنع مثلا شعارات مثل from the river to the sea، من البحر إلى النهر. أعتقد راح يخف الضغط على المظاهرات، يمكن نشهد يعني زخم أكبر للمظاهرات في أنحاء العالم. وبعدين يعني هو اللي أضفى الشرعية برأيي أكثر على المظاهرات هي موضوع صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. يعني اليوم فعلا الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية يعني سطرت أروع صور النضال يعني في التاريخ الحديث. يعني اليوم صمود الشعب وصمود المقاومة، مثلا السرد الإبداعي بتقديم السردية الفلسطينية اليوم للمجتمع الغربي. يعني اليوم المجتمع الغربي في معظمه لا يصدق القنوات الرسمية اللي هي المينستريم، يعني اللي هي البي بي سي والسي ان ان، ما حدا عاد يقتنع فيها، خلاص هم صاروا المصادر اللي بيستقوا منها الأخبار هم الفلسطينيين اللي على الأرض، اللي عم بيغطوا هاي المجازر، اللي عم بيغطوا هاي الانتهاكات. فصمود الشعب الفلسطيني، صمود المقاومة الفلسطيني هو برأيي اللي كان للدور الأكبر بموضوع الزخم العالمي والتأييد العالمي الكبير اللي عم بتزايد يوم عن يوم. يعني كيف يعني حاول يغير هاي الصورة النمطية اللي زرعها الغرب في عقول مواطنيه وجمهوره عن صورة انه الشخص الملتحي هو مثلا ارهابي. وشفنا كيف العم ابو ضياء قدر مثلا بابتسامته بكلماته اللطيفة كيف قدر يقدم صورة جميلة عن الإسلام والمسلمين، كيف قدر يقدم صورة جميلة عن الشعب الفلسطيني. يعني هاي المعركة أخرجت العديد من الرموز والعديد من الناس اللي قدروا فعلا إنه هدموا إمبراطوريات إعلامية الكيان من 77 سنة عم بيستثمر فيها، هدموها بكلمة واحدة أو بابتسامة واحدة وبصمودهم على أرضهم وبتعلقهم على أرضهم. الأسئلة خليها اللي بالهاي، بس اقتربت أخلص وبحاول أجاوب عليه إن شاء الله.
ثواني. في بعد نقطة أعتقد. في موضوع ماذا لو لم يلتزم الكيان الصهيوني بقرارات المحكمة؟ أعتقد أنا أشرت له خلال الشرح، بس بشير له مرة ثانية، يعني لو لم يلتزم تذهب جنوب أفريقيا لمجلس الأمن. وبالمناسبة أنطونيو غوتيريش، أنا مستغرب يعني من الأمين العام للأمم المتحدة يتعاطى بسرعة أكبر مع الأحداث يعني، وحتى الكيان الصهيوني وصفوه يعني أنه بشخص معادي للسامية وكاره للكيان. فهو في جلسة لمجلس الأمن راح تكون يوم الأربعاء يعني هذا الموجود بعد 4 أيام 5 أيام لمناقشة قرار محكمة العدل الدولية. فننتظر يعني، في حال صدر قرار مجلس الأمن هذا يضفي قوة تنفيذية أكبر على القرار. في حال لم يصدر وقوبل بفيتو، وأعتقد أمريكا ستكون حذرة جدا هون من استخدام الفيتو، لأنه في حال لاحقا صدر قرار بإدانة الكيان بارتكاب الإبادة الجماعية راح تكون استخدمت فيتو لصالح دولة ارتكبت الإبادة الجماعية، وهذا سيجعلها شريكة في الجرمة، فستكون متمهلة كثيرا بموضوع استخدام الفيتو لو استخدمته. في عنا موضوع المسؤولية الدولية مثل ما حكينا، في عنا موضوع مثلا اللي هو من ضمن المسؤولية الدولية المدنية. مثلا ألمانيا قبل ما يصدر قرار محكمة العدل الدولية حكت أنه أنا راح ألتزم بالقرار شو ما كان. فبما أنه ألمانيا راح تلتزم، فألمانيا الآن لن ستوقف تصدير السلاح إلى كيان الاحتلال. فمثلا كندا، فرنسا ستوقف تصدير السلاح إلى كيان الاحتلال في حال مثل ما صرحوا المسؤولين تبعهم أنهم راح يلتزموا بالقرار. طب متى بنقدر نسأل؟ هلا بنقدر نسأل هلا مسألة النقاش والأسئلة، بس خليني أرجع بالبداية من الأسئلة اللي طرحت في البداية أجاوب عليها، بعدين نستقبل الأسئلة الجديدة. هل عندنا طيب، هل من صلاحية محكمة العدل الدولي أن تصدر قرار بوقف إطلاق النار؟ يعني أنا جاوبت على السؤال بموضوع جنوب أفريقيا وكيان الاحتلال. ما صدر قرار بالصيغة المحكية قرار وقف إطلاق النار، ولكن القرار هو بحيثياته هو قرار وقف إطلاق النار. يعني حتى هذا تصريح وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية، وفعلا اللي بقرا معطيات القرار هي بمحتوياتها هي قرار وقف اطلاق نار، ولو انه لم يصدر بالصيغه المباشره قرار وقف اطلاق النار. وفي جزئيه اخرى انه كيان الاحتلال وجنوب افريقيا ليسوا في حرب مباشره مع بعض مثل ما كان في الحاله في روسيا واوكرانيا. وهل محكمه العدل الدولي وصفت الاحتلال بانه قام باجرام اباده جماعيه؟ مثل ما ذكرت، القرار اللي اتخذ الان هو قرار اجراءات مؤقته. شو يعني قرار التدابير المؤقته؟ يعني محكمة العدل الدولي مثل ما حكينا تأخذ في أفضل الحالات يمكن سنة وسنوات لتصدر قرارها. فاليوم عندك أنت في المحكمة لما تكون تعتقد أنه لديها مثلا معطيات وأسباب كافية تدعو للاعتقاد بأنه قد يكون هناك في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، فتدعو لاتخاذ تدابير مؤقتة. التدابير المؤقتة يعني وقف القتل، وقف الإبادة الجماعية، وقف استهداف المدنيين إلى أن تصدر المحكمة قرارها. وهي على فكرة ألزمت كيان الاحتلال أنه شهريا يقدم لها تقرير بأنه هو التزم بقرارها بوقف استهداف المدنيين وبوقف ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية وتسهيل دخول المساعدات وتسهيل يعني دخول الخدمات الطبية وعمل المشافي. فموضوع انه وصفه بانه ارتكب هذه الجماعيه لا يزال قيد التحقيق، يعني لا يزال قائم. وانا برايي يعني حسب ما قرات فعلا الدفوع الجنوب افريقيه قويه جدا، ويعني لو استمرت على العمل بنفس الكيفيه وبنفس الزخم سينتهي المطاف الى اداره الاحتلال باباده جماع بانه قام بارتكاب جرائم اباده جماعيه. الاسئله الاخرى، قرار المحكمة اتخذ بوقف اطلاق النار جاوبت عليه، ليس من صلاحية المحكمة أن تصدر قرارات وقف اطلاق نار. وهو بصيغته الحالية حكينا منع استهداف المدنيين والسماح بعمل المشافي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووقف الإبادة الجماعية، هو يعني بين قوسين وقف اطلاق نار. سبق وصلنا كل ذلك جنهر الفرار ذلك من
صحيح، ألمانيا منعت المظاهرات. نعم، هي مش مو منعت المظاهرات، منعت استخدام بعض الشعارات اللي كانت تعتقد أنه فيها معادلة السامية. بالمناسبة، على سيرة موضوع معاداة السامية، في حادثة طريفة أعتقد ب 1972 أو 74، مو متأكد، صدر قرار من الجمعية العامة المتحدة، وصفت الصهيونية بأنها نظام فصل عنصري، وصفت الصهيونية بأنها عنصرية. يعني وقتها جن جنون الصهاينة اللي طبقت أمريكا في السنة التي بعدها، و يعني أصدرت قرار مضاد، يعني إنه يتنازلوا عن هذا التصريح. الدكتور محمد أبو مطر قرأ في مكة، عشان تدعي. تمام، هذا يعني رأي الدكتور، كل الاحترام، ليس ذا نخوض فيه الآن. طيب أستاذ، كيف نقدر نحمل الكيان على التزام بقرارات محاكم دول القرارات تصدر بحقه؟ يعني إيش الإجراءات اللي نقدر نأخذها غير لجوء لمجلس الأمن لقرارات محكمة العدل الدولية؟ حكيت يعني عندنا موضوع مهم جدا، وكثير يمكن لا يشار إليه، يمكن طبيعي يعني بمساحات النقاش اللي بتناقش الأمور، موضوع المسؤولية المدنية الدولية. في عندنا طرح أصدرته لجنة القانون الدولي عام 2001، مكون أعتقد من 48 مادة أو من 50 مادة. هذا الطرح بيحكي إنه لو في دولة معينة أو كيان سياسي معين ارتكب انتهاك لقاعدة من قواعد القانون الدولي، يترتب عليه أول إشي هو إنه يعيد الوضع إلى ما كان عليه، ويجبر الضرر، ويعوض عن الضرر المادي والمعنوي. هلا بما إنه كان الاحتلال ما راح يقوم بهذه الأمور، في مسؤولية الدولة الثالثة، يعني اللي هي مش طرف بالنزاع، اللي هي الدول الأخرى. يترتب على هاي الدول إنه تقطع علاقاتها مع الكيان، لا تعترف بالوضع القائم الموجود، أن تتخذ إجراءات وسلسلة من التدابير التي تمنع وتردع الكيان عن الاستمرار بمجازره. هذا التزام دولي يعني، والدول بتعرف هالشيء. يعني اليوم الدول يترتب عليها تدابير بقطع علاقاتها الاقتصادية، السياسية، الدبلوماسية، اتخاذ أي نوع من التدابير، يعني غير الأعمال العسكرية طبعاً، ممكن أنه يردع هذا الكيان عن الاستمرار بمجازره. يعني يتحول لدولة منبوذة بين قوسين، ولكن هي بترجع لضمير كل دولة هي كيف تطبق. يعني في دول عربية كثير مطبعة، ممكن تراجع مسألة التطبيع. مثلا في مثلا اليوم الدول اللي بتحكي لك أنا بموضوع إدخال المساعدات الإنسانية، سواء من معبر رفح أو من غيره، بحكي لك مشكلات لوجستية ولا وتعقيدات وما تعقيدات. طيب اليوم، وإسرائيل سمحت لنا وإسرائيل ما سمحت لنا، أنت اليوم يعني لديك تأييد من أعلى جهة قضائية مستقلة بالعالم تحكي لك يجب إدخال مساعدة إنسانية لغزة. طب أنت اليوم بكل بساطة فيك تدخل، وأي حدا بيراجع تحكي له أنا استندت لقرار محكمة العدل الدولية، ما بيتم محاسبتك بأي شكل من الأشكال. إذا خايف أنه يتم يحاسبك، والله راحت للمقاومة، والله ما بعرف شو، لا، أنت اليوم تستند لقرار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية مستقلة، تدخل المساعدات وما حدا بيسألك. فهي اليوم ما عاد في حجة لأي حدا بعد اليوم أنه يحكي أنا ما قدرت أفوت مساعدات لقطاع غزة أبدا مطلقا. لماذا لم تكن الدعوة من الدول العربية؟ هل أنه من وجهة نظرهم لا جدوى لها؟ لماذا لم تكن من الدول العربية؟ في نقطتين مهمات راح أحكي لكم ليش ما كانت من الدول العربية. بداية، الخوف من أمريكا والغرب. يعني الدول العربية أو الأنظمة الحاكمة ما بدها يتم إنه الأمريكي والغربي يغضب عليهم، والله لا، ليش رفعتوا دعوة وما كذا، لأنه هي كلنا عارفين أنظمة لا تتمتع بالقرار المستقل. الموضوع الآخر أنه في كثير دول عربية أساسا هي قد تكون متورطة بارتكاب إبادة جماعية ضد مواطنيها، فهي لو هي رفعت دعوة ضد الكيان الصهيوني بارتكاب الإبادة الجماعية، هي بتكون عم بتدين حالها، يعني لأنه راح يرفع دعوة عليها لاحقا، مشان ما يدينوا حالهم بالبداية، لأنه في هم متورطين بانتهاكات حقوق إنسان وإبادة ضد شعوبهم، ومشان يرضى عنهم الغربي والأمريكي. لماذا لا يكون قانون دولي فوق الفيتو؟ والله يا صديقي، هي تحتاج لإعادة بناء المنظومة الدولية الجديدة، لأنه بعد الحرب العالمية الثانية الحلفاء اللي انتصروا بالحرب العالمية الثانية هم اللي وضعوا هاي المنظومة بحيث تخدم مصالحهم للأسف. يعني في نظريات كثيرة يعني من منظرين وفقهاء يحكي لك إنه مثلا فوق خمسة يعني أو أكثر من خمسة، يعني اللي هم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. كثير في دعوات يعني تدعو لإعادة بناء مجلس الأمن من جديد، أو إجراء تعديلات عليه، إدخال دول أخرى مثلا تمتلك حق الفيتو، ولكن
هاي الدول الخمسة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يعني ما بيسمحوا لحدا. الموضوع يحتاج قد يكون لحرب عالمية ثالثة ليكون إعادة صياغة النظام الحالي، ولكن في أحسن الأحوال قد يتم يعني إعادة صياغة هيكل مجلس الأمن مرة أخرى ليكون يتعاطى بشكل فعال أكثر. يعني في بالمناسبة في قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو تم الحديث عنه أساسا في موضوع غزة، اللي هو السلام للجميع، أو يعني مو متذكر الصيغة بالضبط، صيغة القرار يعني بيدعو إنه في حال المجلس الأمن كان عاجز عن أداء مهامه في حفظ الأمن والسلم الدولي الأمن والسلم الدوليين، أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات لمنع الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. يعني ممكن الموضوع أن يطرح مرة أخرى في أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويمكن العمل على هذا المسار بالمناسبة يعني، ولكن نحتاج من الدول ذات الضمير مثل جنوب أفريقيا أن تقوم بطرح هكذا دعاوي وإثارة هذا الموضوع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. متى يستخدم بند السابع المجلس الأمن؟ البند السابع نستخدمه عندما يكون في تهديد للأمن والسلم الدوليين، يعني عندما ترى الأمم المتحدة أنه في تهديد للأمن والسلم الدوليين بتحيل الموضوع على مجلس الأمن، مجلس الأمن بيصدر قراره بهالموضوع. إذا صدر القرار تحت البند السابع هو يحق له استخدام القوة العسكرية، طبعا إذا لم يواجه بالفيتو. طبعا ما شروط التسوية الدولية التي يمكن تستخلص القضية؟ سؤال معقد جدا يعني. يعني التسوية الدولية بالوقت الحالي، يعني الشعب الفلسطيني هو لازم يكون عنده حق تقرير المصير. يعني حق تقرير المصير هو حق قانوني دولي عرفي وقاعدة آمرة. الشعب الفلسطيني اللي دفع كل هاي الفاتورة الكبيرة وكل هاي التضحيات وكل هالصمود لديه الحق بتقرير مصيره. يعني هو الشعب الفلسطيني يجب أن يقرر كيف سيكون شكل المرحلة القادمة. لو القضية مع أمريكا يحق لها فعل أي شيء باستخدام الفيتو، يعني مو يحق لها فعل أي شيء ولكن يحق لها استخدام حق الفيتو. يعني أمريكا عضو دائم بمجلس الأمن، لو طرحت القضية لمجلس الأمن، وأمريكا حليف استراتيجي لإسرائيل يعني لا يخفى على أحد، وهي استخدمت حق الفيتو العديد ضد القرارات الصهيونية، فإيه يعني احتمال كبير أن تستخدمه. بس بموضوع إبادة الجماعية، لأنه مثل ما ذكرتي أم الجرائم، وإذا استخدمت الفيديو قد توسم لاحقا بأن يعني اشتركت جرميا مع الكيان، فأعتقد راح يكون لها حسابات معينة بهالموضوع. يعني لنرى ما ستجلبه الأيام. هل هناك أمثلة في التاريخ القريب على أمثلة لنزاعات دخلت بها محكمة العدل وتم حل النزاع أو ساهمت؟ طبعا الكثير من النزاعات التي دخلت فيها محكمة العدل الدولية وتم حلها. أغلب النزاعات بالمناسبة التي تعرض على محكمة العدل الدولية تتعلق بترسيم الحدود البرية والبحرية بين الدول، يعني أغلبها. سأذكر لك تاريخ مثير، يعني قضية ملفتة، هي كانت بين كوستاريكا وأمريكا. وقتها كانت تتعلق أنه في مقاتلين، يعني كانوا يقاتلوا الحكومة الكوستاريكية في وقتها في السبعينات أعتقد، وكانوا يسموا مقاتلين الكونترا. مقاتلين الكونترا كانت تدعمهم أمريكا، يعني كان أمريكا بتعطيهم دعم مالي مشان يسقطوا الحكومة الكوستاريكية. لاحقا كوستاريكا رفعت دعوى على أمريكا وربحت الدعوة، وللمفارقة يعني إنه القاضي الأمريكي اللي كان بمحكمة العدل الدولي، ليش أنا حكيت محكمة العدل الدولي تتمتع باستقلالية كبيرة أكثر من المحكمة الجنائية الدولية، القاضي الأمريكي وقتها حكم لصالح كوستاريكا، يعني ما حكم لصالح دولته، يعني صوت انه قانونيا الحق مع كوستاريكا وصدر القرار ضد امريكا وقتها، يعني والتزمت تعوض كوستاريكا عن جميع الضرر المادي والمعنوي اللي سببته. اسرائيل اتهمت مصر انها مسؤولة مع معارف ترتب اشياء على مصر. طبعا بترتب عنها ايه انه تضحد هاي التهمة وتفتح المعبر، يعني مع انه يعني الحكومه المصريه بتحكي انه المعبر مفتوح. طب قد يكون مفتوح ولكن لا يدخل اي مساعدات، يعني العبره بدخول المساعدات.
هي تستطيع تترتب عليها اليوم فعلا، خاصة بعد قرار محكمة العدل الدولية أنه يجب إدخال المساعدات، يعني هذا قرار ملزم، وإذا ما مصر ما التزمت لهذا القرار ساعتها سيترتب عليه شيء، طبعا سترتب عليه مسؤولية دولية. طيب لما المحكمة حكمت بالنسبة للاحتلال الروسي لأوكرانيا، إيش كان الحكم مختلف حكم فلسطين واحتلال الزواج الاجتماعي؟ ذكرت أنا هالشيء، موضوع برجع بذكره مرة ثانية، موضوع روسيا وأوكرانيا يختلف عن موضوع جنوب أفريقيا وكيان. روسيا وأوكرانيا هما طرفين النزاع، يعني هما الدولتين اللي كانوا يتقاتلوا مع بعض. أوكرانيا هي اللي رفعت الدعوة ضد روسيا. نفس الشيء بالمناسبة، لم يصدر إلى الآن حكم ضد روسيا، يعني لا تزال الآن القضية في موضع البحث والتداول. إلى الآن قرار ضد روسيا ما صدر، ولكن صدر قرار باتخاذ تدابير مؤقتة ووقف إطلاق نار، بينما قرار يدين روسيا بارتكاب إبادة جماعية لم يصدر إلى الآن. حكيت القرار بصيغته المكتوبة ما بيشير إلى وقف إطلاق نار بشكل مباشر، ولكن بتفاصيله هو قرار وقف إطلاق نار، ففيك تعتبره مثل القرار اللي صدر ضد أوكرانيا. أنا برأيي الشخصي يعني وقف قتل المدنيين، وقف استهداف المدنيين، وقف الإبادة الجماعية، تسهيل دخول المساعدات، وتسهيل وصول الخدمات الطبية والمشافي، هاي كلها يعني بين قوسين وقف إطلاق نار، لأنه يعني بدون وقف إطلاق نار ما راح يكون متاح تطبيق هاي الأمور. ربما ستكون حرب غزة بيد الإصلاح المتحدة، ربما، يعني من يدري. أنا برأيي هذا قرار سياسي محنك مقنع عشان عدم وقف إطلاق نار لمسرحيات مرسوم. لا أتفق أنها مسرحيات، يعني محكمة العدل الدولية هي هيئة قضائية مستقلة تتمتع بنزاهة واستقلالية كبيرة، والقضاة أصدروا قراراتهم وتوجهاتهم بناء على الاستناد للقانون الدولي وقواعد القانون الدولي. لا أعتقد أنها مسرحية أبدا. بلجيكا وقفت مع القضية في فلسطين دعم جنوب أفريقيا، صحيح. حتى جنوب أفريقيا ذكرت أنه، أنا ذكرت القضية لا تزال قائمة، ذكرت أنه في دول تواصلت معهم وستنضم لمسار التحاكم، يعني مو تدعم، لأنه الدول اللي لاحقا سمعنا فيها اللي هي الأردن وبنغلاديش وباكستان وتركيا وإيران، هاي كلها دعم معنوي، يعني مو دعم أنه تكون طرف بالقضية. ففي جنوب أفريقيا حكت أنه في دول تواصلت معها وراح يكون في راح تكون طرف في القضية يعني لاحقا تشارك. لماذا القرار الذي تقدمت به الأردن بخصوص جدار الفصل العنصري كان استشاري وغير ملزم؟ لأن القرار الاستشاري هو طبيعته لما يقدم يكون استشاري، يعني هو يطلب من المحكمة العدل الدولي بوصفها جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة إصدار فتوى قانونية بخصوص موضوع معين، لأنه هو فتوى قانونية، فمشان هيك هو مو ملزم، ولكن يترتب عليه آثار كبيرة يعني، ويبنى عليه في المستقبل، هو يمكن أن يتم الاستناد إليه في أي قرارات أخرى تصدر مستقبلا، ويشكل أداة ضغط سياسي كبيرة. في قرار مشابه بالمناسبة قدمت فيه إندونيسيا أعتقد لإبداء الرأي الاستشاري بشرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، مسار شغال عليه يعني إلى الآن. لماذا يعامل الشعب الفلسطيني كالشخص الفقير؟ الأهل لازم يكون عليه وصي. والله للأسف يعني هي ليس موضوع فقد الأهل لازم يكون عليه وصي، يعني هو شعب تحت الاحتلال وتكالبت عليه الأمم ومتآمرين، يعني في تآمر كبير على الشعب الفلسطيني بسبب أنه، يعني ما بدنا ندخل بالسياسة أنا كوني قانوني، ولكن يعني الكل بيعرف أنه الهدف كان الأساس من إيجاد الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط هو لأنه يتحول لعامل زعزعة استقرار في هذه المنطقة، والمنطقة الشرق الأوسط بس تحولت لمنطقة حروب وزعزعة الاستقرار. فالغرب بمقدمتهم أمريكا وبريطانيا راح يكون يتحول لبازار سلاح بالنسبة لهم، يعني تعرفوا الواردات الكبرى التي تعود على الاقتصادات الغربية اليوم هي بيع السلاح. فهذا الكيان يعني عامل زعزعة استقرار بالمنطقة، بيع السلاح لن يتوقف، وبيمشي لهم مصالحهم بالمنطقة، يعني هم بين الدول العربية وهذا الكيان الوحيد اللي يمكن أنه يمشي لهم مصالحهم. فباختصار هو تم إيجاده لزعزعة الاستقرار ولا أنه يمشي مصالح الدول الغربية وأمريكا وبريطانيا في الشرق الأوسط، مصالح مشتركة. أعتقد الأسئلة انتهت، يعني إذا في حد عنده أي سؤال آخر قبل ما ننهي.
تصنيف المقاومة بحسب القانون الدولي. القانون الدولي لا يصنف، يعني ما في ما يعني ما في ما في قرار صدر من القانون الدولي حكى مثلا، لنفرض على سبيل المثال انه مثلا حركة حماس هي حركة إرهابية، ما في قانون، ولكن تصنيفاته بتيجي من الدول، يعني أمريكا، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي حاطين حماس على قائمة الإرهاب أو المقاومة الفلسطينية، ولكن قرار من القانون الدولي انه ينعت المقاومة الفلسطينية بالإرهاب ما في، ولكن في قرار حكيت لكم صدر انه اتهم الصهيونيه بانها حركه عنصريه، حركه فصل عنصري. كثير ناس يمكن ما قرات عن هذا القرار، بس انه قرار صدر يتهم المقاومه الفلسطينيه بالارهاب ما فيه قرار. في قرار بالعكس يعطي اللي هو 3-2-3-6 اشرت له، يعطي الشعب الفلسطيني الحق باستعاد حقوقه بكافه الوسائل المشروعه بما فيها الكفاح المسلح. وإياكم، لا العادي، ولو يعني نحن دائما نفرح لما نقدم يعني ولو جهد بسيط يعني للجمهور العام والخاص اللي يعني مهتمين بدراسة القضية الفلسطينية، لأنه حتى الأشخاص اللي يعني بيعطوا من وقتهم لدراسة القضية الفلسطينية وللكفاح المعرفي والعلمي هم مجاهدين مثل المجاهدين على الأرض، يعني أنا برأيي. نعم فمشان هيك يعني كلياتنا يعني جنود في هاي المعركة، سواء في الساحة القانونية السياسية أو على الأرض يعني.